حياتنا باختيارنا نبنيها ايد مع ايد صعوبات كتير هنقابل عايزه لها عزم شديد تعالوا يلا نشوفها صح تعالوا يلا نشوفها صح تعالوا يلا نشوفها صح هنلاقي شكل جديد حياتنا باختيارنا نبنيها ايد مع ايد صعوبات كتير هنقابل عايزه لها عزم شديد تعالوا يلا نشوفها صح تعالوا يلا نشوفها صح تعالوا يلا نشوفها صح هنلاقي شكل جديد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مرحبا بكل مشاهدينا الكرام الرائعين والمبدعين مرحبا بكم في برنامج حياتنا مع احمد شتات النهارده طبعا وتستمر الرحله والنهارده يعني عايز اقول لكم ان النهارده مسك الختام ان شاء الله في منحه فن اداره الذات عشنا مع بعض على مدار 8 حلقات دي الحلقه الثامنه في برنامج حياتنا مع احمد شتات اتمنى برضو ان احنا اتصلنا بيكم لا ينقطع ياريت تتابعوني علي السوشيال ميديا وعلى الفيسبوك على صفحه البرنامج فيسبوك حياتنا شو انا ممكن اكتبها لكم برضو علي الشاشه بحيث ان هي ايه آه تبقي معاكم علي طول فيسبوك دوت كوم هتلاقوها علي الشاشه برضو سلاش حياتنا شو طبعا البرنامج بتاعنا ثمان حلقات زي ما قلنا كان من ضمنهم فيه أربع حلقات لحلقة منحة فن إدارة الذات. في أول برنامجنا كنا عايزين نعمل فن إدارة الذات ك يعني دورات وننزل المراكز والأقاليم لكن مع العدد المتزايد والناس حابة فعلا للتعلم وده طبعا كان حاجة حلوة قوي قلنا إن إحنا نبدأ التجربة ديت ونعمل لأول مرة تجربة إن إحنا بنعمل دورة على الايه على الهواء علشان برضو الكل يستفيد كله بيقدر يتابع في بيته في مكان شغله مع اسرته مع زمايله مع اصدقائه قاعد في اي مكان مفيش اي مشكله خالص طبعا اتكلمنا في الثلاث حلقات اللي فاتوا اتكلمنا عن فن اداره الذات نراجع مع بعض بسرعه علشان الناس اللي مره تتابعنا اتكلمنا عن التغيير وقلنا ان عمليه التغيير لابد ان التغيير يبدا من الداخل الاول وبعد كده يبدا التغيير الايه؟ الخارجي، قال الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وجينا اتكلمنا على إطار الحافز، قلنا هل الحافز وحده يكفي؟ الحافز وحده لا يكفي. اتكلمنا عن إطار الحافز، واتكلمنا عن هل التغيير ممكن يتم بإن احنا نسمع قصص الناجحين، وإن احنا نقعد نعيد ونزيد ونتكلم في الثقة والألم والأمل والمشاعر والخوف والرجاء وكل هذه المشاعر. قلنا طبعًا أصدقائنا لغة المشاعر من يتقن لغه المشاعر قد يكون يعني متميز او نصاب، عشان كده قلنا ان لغه المشاعر تصنع النصاب وتصنع الايه؟ المتميز، يعني مش شرط انك تتغير فلازم انك تتغير لازم تروح تحضر محاضرات وتسمع قصص ناجحين فقط، ولكن قلنا اصدقائنا الكرام ان اهم حاجه معانا موضوع الايه؟ الاداه. يعني المفروض التدريب او البرنامج اللي انت بتحضره المفروض يعطيك اداه حتى تتمتع بالتغيير. التغيير اساسه ايه اساسه ادوات بتاخد ادوات ومهارات طبعا اتكلمنا بعد كده وقلنا ان المسؤوليه في مسؤوليه عندنا احنا ناس شاعريين وعاطفيين ورومانسيين تمام ودايما بنمسك الورد فاللاواعي او الباطن وطبعا شرحنا الباطن وقلنا يعني ايه العقل الباطن وقلنا قدراته قلنا طبعا بيهتم بالمشاعر لكن المفروض ان انا بشغل العقل الواعي لانه هو المسؤول في الاول خالص عن عمليه الادراك بنسبه 75% إتكلمنا عن مدرج التعلم عشان كان في أسئلة كتير جدا بتجي وبيقولوا آه اللي عنده 60 سنة طب هل أنا ممكن أستفيد من المنحة ديت؟ هل أنا ممكن أستفيد من التعلم؟ هل ممكن أنا أغير نفسي بعد الوقت ده كله بعد ما شاب ودوه الكتاب؟ طبعا قلنا إن في مدرج للتعلم واللي ما تابعناش قبل كده ممكن يتابع الحلقات دي على اليوتيوب عشان يستفيد. أنا بديكوا كده زي فهرس مختصر. آه مدرج التعلم طبعا إتكلمنا فيه وأثبتنا إن أي إنسان قابل لإيه؟ قابل للتعلم. اتكلمنا عن مصادر البرمجة وقلنا ان احنا وصلنا لاعتقاداتنا ووصلنا لحياتنا اللي احنا فيها دلوقتي عن طريق مصادر للبرمجة زي البيئة والأسرة والإعلام وشرحنا دور كل واحد وشرحنا ان الإعلام بيبقى ليه دور والصديق بيبقى دور والأم والأب تمام كده فإدارة الذات هي رسالة حياة انك تتعامل مع نفسك صح عشان تقدر تتعامل مع أهلك مع مرؤوسيك عشان تقدر تتعامل مع ابنك بشكل صح طيب قلنا ازاي نتحكم في المشاعر والقناعات والاعتقادات اللي تمت قبل كده قلنا ان احنا في دلوقتي عندنا في نموذج اسمه نموذج الادراك ناس كتير وده طبعا اتكلمنا عنه في الحلقه اللي فاتت وكان معانا اتصالات جميله جدا كانت مشاكل اصدقائنا كلها في الاعتقاد في الايه في الاعتقاد اعتقاد الفشل يعني ايه فشل تمام؟ من وجهه نظره، يعني ايه ظروف وامكانيات؟ يا ترى يغير الواقع ولا يغير وجهه نظره الواقع؟ معتقدات كتير جدا جدا في حياتنا وقيم كتير موقفانا. اتكلمنا عن الادراك وقلنا ان احنا كنا بنعمل عمليه الادراك ديت بصوره سلبيه واحيانا كثيره بيكون فيها الادراك ايه؟ قاصر، صح؟ قلنا يبقى الادراك ايه؟ ادراك عمليه ناقصه غير ايه؟ غير مكتمله، وضربنا المثال وشرحنا مواقع الادراك وقلنا ان إحنا, احنا ازاي نصنع التوازن في مواقع الادراك ديت وازاي ان احنا نعيش في موقع المراقب ده وازاي نوصل للمرتبه دي وازاي فعلا نراقب افعالنا وحركاتنا وسكناتنا زي ما بنسمع الكلام ده فعلا الكلام ده هو فعلا رساله التغيير لكن الاهم من الكلام هو الفعل ازاي تعمل ده طبعا لو دخلتوا على اليوتيوب هتلاقوا برضو لو كتبتوا برنامج حياتنا مع احمد شتات هتلاقوا كل حلقاتنا وكمان تسهيلا عليكم انكم ممكن تساعدوا اصدقائكم وتنشروا الفيديوهات احنا مقطعين الفيديوهات كمان هتلاقوا كل الحلقات كامله وهتلاقوا الاجزاء صغيره كده بسيطه خالص كده زي كبسولات كده في 3 اربع دقائق بنتكلم عن نقطه معينه وده كله عشان الناس تستفيد ان شاء الله فدوركم بقى الدال على الخير ايه كفاعل انكم تشيروا وتنشروا الايه وتنشروا الكلام ده طيب لما جينا اتكلمنا عن الادراك عشان هنكمل بقى كلامنا النهارده. جينا اتكلمنا وقلنا ان في حاجه اسمها الحديث الذاتي انت بتكلم نفسك ازاي واثر الخيال في حياتك. يعني هل الخيال بيأثر عليا؟ اه من طار في الهواء وصعد القمر قد طار في خياله قبل ان يصعد الى الايه؟ الى الواقع. فاذا كان خيالك سلبي طول ما بتكلم نفسك انا فاشل انا ماليش لازمه في الدنيا دي آه بتحبني ما بتحبنيش انا ليه بيعملوا فيها كده؟ طول ما انت عايش في موقع الضحيه. طول ما كلامك سلبي لنفسك فانت بتعالج الامور معالجه نفسيه باعتماد على المشاعر عمل لي وما عمليش، مشاعر الحب مشاعر الانجاز مشاعر الكره مشاعر الخوف ودي مش الطريقه الصحيحه لمعالجه الامور والتجارب المفروض ان اي تجربه او اي موقف بيحصل لك او بيحصل لغيرك انت بتعالجه بايه بناحيه ايجابيه يعني معالجه ذهنيه انك بتدور على الخبره اللي في التجربه دي لأن الخبرة دي هتديك أدوات كتيرة جدا جدا سواء حصلت في حياتك او في حياة المحيطين بيك إنك أنت بعدها تكون قادر على صناعة القرار الصحيح قلنا طبعا انك عشان يكون تركيزك وادراكك ايجابي على طول لابد انك تفهم قانون اسمه قانون الجذب والتركيز ان اي حاجة انت بتفكر فيها وبترددها مع نفسك انت ايه ستحصل عليها. اذا انك بتفكر في الفشل فانت مهيئ نفسك ومهيئ كل قناعاتك ومعتقداتك وعمل دماغك انك انت تستقبل الفشل. انت بتعطي الايه المثيرات وبتبني الفكره الكبيره بتبني الصرح الكبير وخلاص دور العقل ان هو بيكمل الادوار في هذه الايه المسرحيه. تمام؟ طيب هنكمل بقى كلامنا مع الادراك النهارده. ناس كتير بتقول انا عصبي أه وطبعا النهارده احنا بنتكلم عن جزئيه اسمها جزئيه الايه؟ الاداره عصبيه الغضب أه واحد بيقول انا بشتغل وعندي ضغط كبير جدا في البيت مش عارف اتخلص من الضغط ده في ناس كتير بتشكي من امراض العصر زي السكر زي امراض الضغط وزي ما قلنا ان في احصائيه بتقول ان 90% من هذه الامراض هي امراض ايه؟ باسباب نفسيه مش اسباب عضويه امراض العصر كلها مع ايه؟ مع يعني الناس كلها بتجري على لقمه العيش وطبعا بقت لقمه العيش صعبه قوي اليومين دول وضغوط الحياه والاولاد وتعليم والمدارس وكل هذه الامور يعني خلت الايه؟ خلت الواقع صعب شويه، صعب الايه؟ صعب التقبل، فانك تعالج هذا الواقع بمفاهيم مغلوطة أو أنك تعالج هذا الواقع بطرق غير صحيحة ده ممكن إيه؟ ممكن يعني يمس حياتك عشان كده برضو بنأكد بنقول إدارة الذات هي إيه؟ هي إدارة حياة تعالوا بقى مش إحنا بنقول في قيم ومعتقدات عايزين نعرف يعني إيه قيمة ويعني إيه معتقد ودوره في حياتنا وحياة غيرنا تعالوا كده نرسمها شجره تمام وده نموذج من ضمن نماذج علم اسمه الان ال بي وهتكلم عنه النهارده علشان الناس اللي حابه تستزيد في الموضوع ده وطبعا الناس طلبت مني ان انا اعيد نموذج بوسي فاحنا هنعيده مع بعض النهارده برضه نموذج بوسي لتحقيق او تحديد الاهداف وانك ازاي تحدد اهدافك بشكل اكثر دقه طيب ال NLP اللي هي البرمجه اللغويه العصبيه نكتبها كده مع بعض علشان برضو الناس اللي بتحب تبحث ادي كده البرمجه اللغويه العصبيه خط حلو صح البرمجه اللغويه العصبيه ودي بتتكلم في حاجه اسمها Neuro Linguistic بروجرامينج البرمجه اللغويه الايه العصبيه البرمجة اللغوية العصبية قدمت قدمت لنا كده نموذج اسمه نموذج المعتقد والقيمة، القيمة والإيه؟ والمعتقد، كتير مننا ما بيفرقش بين هل ده قيمة ولا معنى للقيمة ولا معتقد، تعالوا اسألكم سؤال، لو احنا جينا عملنا كده، قلنا ده أساس، دي حاجة أساسية، تمام؟ وليها معاني كتير، ممكن يكون ليها معنى كده، وليها معنى كده، وليها معنى كده، وليها معنى كده. لما نيجي نقول القيمه فين والمعتقد فين انا سامعكم سامعكم معايا شطار احنا بنقول القيمه فعلا هي الكل قيمه مثلا زي قيمه الاحترام وتعالوا نناقش مثلا قيمه الاحترام قيمه الاحترام ممكن معانيها تختلف عندنا يعني الراجل الاجنبي تمام لو بنته جت بصديق بيبقى فرحان هو ما عندوش ما عندوش مشكله في ده تمام فمعنى الاحترام عنده ايه متغير لكن انت لو جيت تعامله وجيت تشوفه فتقول لا والله ده ايه ده راجل محترم من حيث القيمه مش من حيث الايه مش من حيث المعنى ودي فرصه كبيره جدا ان احنا نحاول نتقبل بعضنا مشاكلنا مع نفسنا ومشاكلنا مع الزوجه ومشاكلنا مع الاسره هي في عدم التقبل ان احنا مش فاهمين ايه اللي ورا القيمه دي لو جيت اقول لك مثلا زوجتك ست محترمه تقول لي اه ممتازه والله الفضائل كلها فيه لو جيت أقول لك والله والدك والدتك هتقول لي لا تمام طب إيه اللي بيصنع الاختلاف؟ إيه اللي بيخلي فيه خلاف؟ اللي بيخلي خلاف إن إحنا متفقين على القيمة لكن مش متفقين على المعتقد يعني مش كل واحد فاهم التاني أنا عشان أفهم التاني لازم أفهم نفس الأول لو أنا في خلاف مع زوجتي مثلا على قيمة الاحترام فأشوف الشجرة دي بتمثل لي إيه؟ لو جينا مثلا ندي مثال هنقول الاحترام أدي كده الإيه؟ القيمة تعالى مثلا في قيمه الاحترام ديت انا كراجل بقى انا كراجل شرقي هقول لكم معنى قيمه الايه الاحترام ناخد الاتصال الاول الاستاذ عبد الله من الجيزه اتفضل الو السلام عليكم يا دكتور وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا استاذ عبد الله اخبارك ازيك يا دكتور, تفضل اتفضل انا دكتور من ساعه ما اتجوزت من سنتين كده اتفضل وبتاع كله ضايع يعني من البيت البيت واطلع للشغل ومن الشغل ارجع تاني للبيت ويعني وكنت بزور زمايلي ودلوقتي ما بقيتش اروح لزمايلي وقت كله وقتك طب وقت التلفزيون شويه عشان اقدر اسمعك اتفضل مشكلتك ان وقتك ضايع ضايع في ايه طيب انقطع الاتصال وتقريبا كده المشكله كانت هي الوقت الايه الوقت الضايع تابعونا بقى في الايه في تحديد الاهداف واداره الاولويات ازاي هندرها بشكل صح والمشكله دي مشكله بسيطه جدا يعني هي مفيش مشكله خالص باذن الله تعالوا بقى نكمل الـ الـ القيمه الاحترام تمام قيمه معذره قيمه الاحترام انا ممكن اشوفها ازاي تعالوا بقى انا ممكن اشوفها اللي هو الهدوء ان مراتي تكون هادية ما يسمع لهاش صوت تربية الاولاد مثلا تجهيز الغذاء الاكل ومثلا الطاعة والطاعة دي ممكن تحط تحتها حاجات كتيرة جدا جدا يعني انا شايف في الطاعة ان زوجتي خلاص الطاعة دي طاعة عمياء ويعني ايه ان ان انا ان طبعا كان زي ما كان بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث لو امرت الزوجه ان تسجد لغير زوجها لامرتها ان تسجد ايه؟ آه لو امرت الزوجه ان تسجد لغير الله لامرتها ان تسجد ايه؟ لزوجها تمام؟ فطبعا الحته دي بيندرج تحتها حاجات كتيره جدا وفي ناس بتفسر موضوع الطاعه ده ان انا كراجل ليا حقوقي تمام؟ وان المراه واحنا في مجتمع المجتمع هو الراجل فيه القوام والقوامه برضو بتفسر بطريقه خاطئه طيب خدنا معنا الاحترام عند الهدوء وعند تربيه الاولاد وعند تجهيز الغذاء وعند الطاعه ده ايه ده قيمه الاحترام بالنسبه لي يعني معناها ان مراتي بتحترمني فبالتالي لما تيجي تحصل مشكله اتفضل يا استاذ عبد الله اتفضل يا دكتور اتفضل اتفضل ما اعرف اتصلح يا دكتور انا مش عارف اتجوزت وحطيت لها اطلع, أطلع بطل خالص وعيش منتظمه وقيت اروح الشغل ومش الشغل ارجع تاني البيت وكنت بظل زمايلي باش اروح زمايلي يعني وقته كله يعني مش ملك خالص هو البيت والشغل البيت والشغل مش عارف ارزق حاجه خالص عندك اولاد؟ لا في الطريق ان شاء الله طيب ربنا يستر لك ان شاء الله باذن الله طيب يعني احنا بنتكلم في موضوع تنظيم الوقت شكرا ليك يا استاذ عبد الله وهنتكلم في النقطه ديت تابعنا تابعنا الجايه دلوقتي فنكمل المثال بتاعنا فانا لما اجي مثلا انا عندي قيمه ان انا ببص لغيري الهدوء يعني ان هي لازم تكون هاديه قدامي وما ينفعش تعلي صوتها فلما تيجي بقى علو الصوت هل علو الصوت هنا تعارض مع المعتقد ولا تعارض مع القيمه؟ تعارض مع المعتقد اللي بيحصل عندي ايه؟ عفوا ان لا الست دي ما تنفعنيش وازاي ان هي تعلي صوتها ونلاقي في مشكله كبيره جدا جدا وكلاكيع كده حصلت تمام بمجرد مثلا ان هي علت صوتها في موقف او ان هي تعصبت او كان ليها ظروفها زي الظروف اللي احنا عارفينها بقى كل شهر تمام آه ودي طبعا بتبقى ليها سبب كبير جدا في عصبيه المراه طيب آه تربيه الاولاد المفروض ان هي تبقى مسؤوليه مسؤوله مسؤوليه كامله ان الاولاد يكونوا منظمين في البيت الاولاد مدرسة ما يتاخروش من المدرسه مع كذا كذا تحصل حاجه عكس كده تلاقي الموضوع ده بيضرب معايا في دماغي قوي وبزعل قوي منها وبقول لا هي ايه وببدا اضرب في القيمه دي لكن اصدقائنا الكرام انا اللي عايز اقوله لك زي ما انت ليك شجره اللي قدامك ليه شجره عشان تقدر تتعامل معاه انت تفهم الشجره بتاعتك كويس وتعرف المعتقد القيمه بتاعتك معانيها ايه واللي قدامك تتابعه ازاي؟ واللي قدامك تتابعه ازاي؟ ولازم تفهم معنى الاحترام بالنسبه له، يعني تيجي مثلا تلاقي واحده من الزمالك مثلا وحد مثلا من قريه بسيطه قريه قريه مثلا فلاحين وده محترم وده محترم والناس كلها محترمين وعلى عيني ولا راسي تمام؟ فبرضه احنا بنقول التوافق الاجتماعي ليه دور مهم جدا في الحياه الزوجيه علشان النقطه دي. فتيجي مثلا الزوجه عندها انفتاح شويه يعني انفتاح في ايه انفتاح مثلا ان هي ممكن تنزل تشتغل هي يعني مع الراجل لازم توافقه في في مشاكل الحياه والكلام ده كله وتقف جنبه واللي يحصل واللي ما يحصلش والزوج من الناحيه الثانيه اصدقائنا الكرام لا ما ينفعش الراي راي تمام فبيحصل هنا صدام فالمفروض في حل الخلاف ده انك تفهم شجره قيمك وتفهم شجره قيم الاخر معانا اتصال اتفضل استاذ عبد, عبد الناصر وعليكم السلام والله يا دكتور ضغوط العمل وال... والاوقات كتير الواحد دي... دي... منين يا استاذ عبد الناصر وقت العمل ف... فمش عارف الواحد يطور من نفسه ازاي او يجد وقت ان هو يطور من نفسه ويحسن من نفسه ذاتيا يعني. آه يعني الواحد تنصح حضرتك بيه ضغط العمل اه يعني يعني ازاي ازاي انك تتعامل ي... ي... مع هذا الموضوع؟ كتير. شكرا ليك يا استاذ عبد الناصر، استاذ عبد الناصر من اسيوط تمام. نقطة ضغط العمل هنتكلم عنها أصدقائنا الكرام في موضوع الاسترخاء، فن الاسترخاء. انك إذا أنت انك إذا اتعلمت انك يبقى عندك ثبات انفعالي وانك يبقى تعمل عملية فصل ذهني وعندك مهارة الاسترخاء الذهني فأنت هتبقى قادر جدا انك ايه تتعامل مع هذه الجزئية، جزئية ضغط العمل. وجزئية ضغط العمل مهمة وكبيرة جدا 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 وبتعمل معانا مصايب تمام؟ عدم إدارتها بشكل صحيح بيعمل معنا ايه بيعمل معنا مشاكل كتير تابع برضو الحلقة اللي فاتت على اليوتيوب حلقة الادراك كنا بنتكلم في حاجات حلوة قوي كنا بنتكلم في الادراك والمعتقدات السلبية برضو الادراك ليه دور كبير جدا في ادارة هذه الايه النقطة فكروني انا كتبت النقطتين علشان ايه علشان ما نفصلش طيب يبقى اهم حاجة في نموذج القيمة البرمجة ورا العصبيه بتقولك انك انت معنى القيمة عندك قد يختلف عن معنى الاخر ولكن ده المفروض ما يكونش محطه اختلاف، ولكن المفروض ان احنا بندور على الايه؟ اطار الاتفاق، فخليها في حياتك دايما كده انت بتبحث عن اطار الاتفاق، وعشان تقدر تتكلم مع حد لازم تتكلم وانت لابس نظارته، فدع عنك عباءه الناقد وارتدي نظاره الاخر، يعني دايما الشخص المنتقد ودايما الشخص اللي بيتكلم بصوره سلبيه و... 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 وناقم على المجتمع وناقم على الناس وناقم على ده وناقم على ده، محدش محدش بي... بيحب يتكلم معاه، اللي بيتكلم من نظارته بس ما, بي ما, بي ما بيوصلش لحاجه دي سبعة صح عارفين المثال ده دي سبعة لو ركزنا عليها شويه تخيل ان في شخص هنا وشخص هنا تمام ده شخص وده شخص لو كل واحد لو ده بص للسبعه من ناحيته هيقول لك والله العظيم والله دي 8 انا شايفه من هنا 8 لو انت عملت اسقاط من هنا كده دي 8 تمام واللي الناحيه الثانيه يقول لك والله انا شايفة ايه؟ انا شايفة سبعه، كذلك برضو اصدقائنا الكرام وجهات النظر واختلافنا في وجهات النظر هو اختلافنا في السبعه والايه؟ اختلافنا في السبعه والثمانيه، ما دام القيمه موجوده فالمعتقد سهل الايه؟ الفهم وسهل التعديل وسهل ايه؟ ادراكه بشكل جيد. طيب يبقى دي اول حاجه احنا اتعلمناها وقلنا عليها اللي هي القيمه والمعتقد من نماذج البرمجه اللغويه العصبيه. تاني حاجه عشان ناس كتيره جدا 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 كلمتني في موضوع تحقيق الاهداف تحقيق الاهداف ودي نقطه مهمه جدا نشرحها بعد الاتصال معانا اتصال استاذ محمد من القاهره اتفضل استاذ احمد من القاهره اتفضل الله عليكم السلام ازيك دكتور احمد معلش كان في استفسار بس بسيط كده كنت عايز استشير حضرتك فيه يعني اتفضل انا ربنا زينب بنوته عندها اربع سنين ونص اسمها بسمرة بس, مال بس, مال بس بلاحظ ان في بعض الاوقات كده يعني ممكن تسمع كلام مامتها شويه اجي اقول لها مثلا اعملي كذا تقول لي حاضر وبعد كده تنسى فانا بحس الاحساس ان هو ايه بتنفذ مثلا ما بتسمعش كلامي بتسمع كلام مامتها اكتر مني ف ده حد ذاته دي تعيب ولا حاجه ثانيه؟ آه لا هو الموضوع عادي جدا هي حضرتك بتقعد معاها قد ايه؟ الام اكيد متعلقه بيها فلوس معاها في البيت اصلا مش كتير بارتباط شغل مثلا وكلامنا كله فهو يعني انا بعيد عنها مش باستمرار ولا قوي يعني تمام هو المفروض انا ممكن اشوفها مثلا كل يومين بس يعني كل يومين او كل ثلاث ايام شكرا ليك شكرا ليك يا استاذ احمد المفروض هنا بقى ان الزوجه اللي هي والدتها تدعم دورك تمام وكذلك برضو انك حافظ على ان اي خلاف بينك وبين الزوجة يكون بعيد خالص عن اطار الاولاد وان ان مشاكلكم فيها شيء من الكتمان لان اي مشكله انت بتتعرض لها هي بتحس ان والدتها يعني مثلا مظلومه فهي طبعا ده كله هيقع بالسلب عليك كذلك برضو اذا كانت اذا حست ان والدتها هي قايمه بكل حاجاتها وكل واجباتها انت بتضربها انت بتزعلها ممكن ايه ممكن ان هي بتقول لك حاضر من الخوف تمام خلي بالك برضو من الفكره فكره القياده في قياده سلبيه وفي قياده ايه ايجابيه آه قياده القياده الايجابيه انك ممكن تحفزها هتلاقي الوالده مثلا بتحفزها طب يا حبيبتي اعملي كذا وانا هعمل لك طب انا هخرجك معايا وحاول برضو انك تخلي وقت للبيت دي حاجه مهمه جدا وهنتكلم عنها في اداره الوقت ضروري جدا يكون في وقت للبيت ضروري يكون في وقت للفسح ضروري يكون في تواصل جيد وتواصل اسري بشكل كبير مهما كنت ناجح في عملك لازم يكون في نجاح اسري وهيفرق معاك كتير جدا شكرا ليك يا استاذ احمد على اتصالك طيب تحقيق الاهداف بقى طبعا اللي احنا قلناها في تاني حلقه او تالت حلقه في البرنامج هتبقى دلوقتي طبعا في الحلقه الثامنه اخر حلقه معانا بنتكلم في تحقيق الاهداف وقلنا ان في نموذج برضو في البرمجه اسمه نموذج بوسي وفاكرين أه بوسي اتكلمنا عنها مرتين <applause> تمام لا بس بوسي بتاعتنا مختلفه شويه كده عسوله وحلوه يعني <applause> طيب مركزين مركزين معايا ولا مع بوسي <applause> معايا تحقيق الاهداف انا عايز انظم وقتي تمام فتلاقي المشكله كبيره جدا انت مش عارف اصلا المشكله فين عشان تقدر تنظم الوقت ده انت بتاخد المشكله بفلتر كده اسمه فلتر العموم الجنرالايزيشن عندنا في مشكله صغنططه فعقلنا يكبرها لنا تمام وتبقى حلقه ما في ايه حلقه مفتوحه في دماغك الحلقه دي طول ما هي مفتوحه طول ما هي بتشوشر على حاجات كتيرة جدا المفروض ان احنا بنقفل الحلقات دي عشان نقدر ايه نتعامل معاها طيب انا مش عارف اتعامل مع ضغط الشغل انا عايز انجح انا عايز ابقى ملياردير في 3 سنين انا عايز اعمل كذا انا عايز اعمل كذا مش اى هدف قابل للتحقيق اى هدف عشان تقدر تقول ان الهدف ده قابل للتحقيق وانك تعمله اول حاجه لابد ان هو يعني يخضع لبوسي يعني النموذج بتاعنا لابد ان التوافر فيه الشروط ديت وبعد كده هكلمك عن حاجه اسمها الحصيله يعني لازم تمسك ورقه مع نفسك كده وقلم عشان تقدر توصل لابد انك تكتب النقاط ديت وتعير الاهتمام لقلمك انك تكتب كل حاجه وعايزك بقى ايه تستثمر في دماغك يعني تقعد ايه تقعد تفكر وتخطط انت ممكن تخطط ساعه بس يبقى ليها اثر كبير جدا على حياتك بدل ما الناس ايه بدل ما الناس تخطط لك ان لم تخطط فالناس يخططون معانا اتصال استاذ حسين اتفضل استاذ حسين السلام عليكم يبدو ان الاتصال عندي شوية. ايوه معانا تمام اتفضل يا استاذ حسين استاذ حسين ممكن نوطي التلفزيون شويه الو وعليكم السلام ازيك يا استاذ حسين اخبارك وعليكم السلام. وعليكم السلام. السلام عليكم وعليكم السلام ازي حضرتك يا دكتور؟ الحمد لله تمام آه كنت عايز اسال حضرتك يا دكتور بالنسبه ل دايما انا يعني شغلي كله واخد واخد وقتي من من بيتي يعني طب نعلي الصوت شويه؟ بقول لحضرتك انا انا طب. شغلي وعملي تمام واخدني من بيتي دايما يعني انا بحس ان انا بالنسبه على المستوى الحياه الزوجيه فاشل بسبب شغلي اه يعني انت 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 شغلك وفي حياتي العمليه <applause> حياتي العمليه دايما بحيث بحس كده بوصل لدرجات ياس دايما في حياتي العمليه بسبب الموضوع ده فمش عارف اعمل ايه يعني انت انت بتوصل لدرجات ياس بحيث انك انت شايف ان شغلك طبعا انا لو قلت لك ان شغلك في ترتيب ال 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 الاحتياجات رقم واحد ولا اتنين البيت رقم واحد يعني الشغل رقم واحد اه ليه؟ نعم ليه؟ عشان لقمة العيش وعشان تصرف على البيت اه اكيد اكيد يا دكتور طيب تمام شغال كام ساعة في اليوم؟ أه... حوالي تسع ساعات او 10 ساعات تسع ساعات او عشر ساعات الشغل جنب البيت أه. ولا بعيد؟ أه لا بعيد عن البيت يعني مثلا 12 ساعه بال 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 بالمواصلات بالمواصلات اه ايام الاجازه بقى ان شغلي 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 ما بيخلصش عند 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 الوقت ده اصلا يعني انا شغلي من البيت يعني ما يحتملش ان انا يعني آه تمام آه اعمل اعمل فصل عن شغلي او فصل عن عنه خالص نهائي شكرا لحضرتك وربنا يجازيك خير وبرده مشكله حضرتك يا استاذنا الكريم مشكلتك في موضوع اداره الوقت وان ايه ان احنا المفروض ان احنا النجاح في اكتر من مجال اكتر من مجال. يعني إنك أنت توقع على الجانب الأسري ده هيعمل معاك مشاكل بعد كده. تمام؟ فالمفروض إن إحنا يبقى فيه إدارة للوقت، وإدارة الوقت أنا شايف إن فيه ناس كتير جدا بتتكلم عليها، حاضر هفرد لها, هفرد لها إيه؟ هفرد لها وقت أكبر. البيت لازم يكون ليه وقت. الاتصال مع الناس والشغل والكلام ده كله إن الموبايل يكون معاك في كل مكان ده كارثة. يعني بالمعنى الحقيقي إيه كارثة، مفيش حاجة هتضيع، لكن حاول تنظم وقتك في ان مثلا وقت الشغل ما كبير قوي كده يبقى الشغل كله في هذا الوقت وتبدا تتعامل مع بيتك ومع اسرتك في الايه في الوقت المتبقي حتى لو يعني قعدت بانتظام مع بنتك ساعه لو مثلا عندك اجازه يوم الجمعه المفروض انت تريح برده ان لبدنك ايه عليك حق ما تبصش للمكسب السريع اللي شغال دلوقتي لا المفروض انك انت بتبص النظر ابعد شويه ان انا لو ما ارتحتش هتحصل معايا مشاكل همرض هتعب الضغط ده كله هيعمل معايا مشاكل مش كويسه في البيت على المستوى الصحي على المستوى البدني ويبقى ساعتها ايه لا جبت الايه لا الشغل كله ولا نصه تمام فنركز في النقطه دي مع بعض شكرا لك طيب بوسي بقى اللي هو النموذج بتاعنا بيتكلم في موضوع اول حاجه البي ايجابي هنكتبها لكم بالعربي كده علشان ايه الناس كلها تستفيد ايجابي يعني بوزيتيف، يعني لازم يكون الهدف بتاعك ايه؟ ايجابي. أنا مثلاً هقول أنا عايز أنظم وقتي، أنا عايز أدير وقتي بشكل صحيح، تمام؟ ما أقولش مثلاً أنا مش عايز وقتي يبقى ضايع، أنا مش عايز وقتي يبقى ضايع، أنا مش عايز أسقط. ما ينفعش لازم الكلام نفسه يكون كلام ايجابي، لو أنا قلت لك دلوقتي لا تبتسم، يعني ما تضحكش. الناس كلها بتعمل إيه؟ بتضحك، لو قلت لك ما تفكرش في في الراجل الهندي اللي عامل زبيبه حمره تمام؟ لو قلت لك ما تتخيلش احمد شتات بزبيبه حمراء دلوقتي كل الناس بتتخيلني بالزبيبه صح كده؟ تمام يبقى لازم يكون كلام ايه؟ كلام ايجابي صرف انا عايز انجح دايما ضرب نفسك على الايه على الايجابيه واتكلمنا في النقطه ديت في الحديث الايه؟ الذاتي طيب النقطه الثانيه او اون بارت يعني مفيش حد يقدر يقول والله انا عايز اصطاد السمك اللي في في البحر ده او ان انا مثلا عايز في خلال 10 ايام اطلع ب 100 كيلو سمك ده رزق مش اون بارت مش حاجه بتاعتك انت فما ينفعش انك تعلق هدف عليها بالشكل ده تمام يبقى لازم انا بتكلم في هدف يخصني انا اللي اداره عليه سواء في نفسي او في ايه او في اسرتي ده الايه ده الاون بارت اللي هو ملكي ال الاس يا اصدقائي الكرام اللي هي محدد سبيسيفيك محدد ومعانا اتصال الاستاذ محمود من اتفضل وعليكم السلام اتفضل من انا كان عندي مشكله انا لحد دلوقتي انا وصلنا انا بدور على شغل كتير لي فتره كبيره جدا تمام و يعني تقريبا استفدت كل طاقاتي الايجابيه اللي موجوده معايا لدرجه ان انا وصلت لمرحله يعني أنا تقريبا بفقد الأمل يعني. أنا بقالي فترة بضاع شغل. في نفس الوقت أنا باخد كورسات كتير جدا عشان ما أضيعش الوقت دوت بس أنا حاسس إنه مع الكورسات دي أنا مش لاقي المكان اللي يستوعبني مثلا إنه أنا طب حضرتك خريج إيه؟ أنا خريج تجارة. تجارة؟ أه طيب تمام، آه يعني بقالك كام سنة متخرج؟ بقالي حوالي 10 سنين. اي اشتغلت في 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 حاجة قبل كده؟ عايز اقول لحضرتك ان انا اشتغلت في حاجات مش ريليت يعني ريليتد بشغلي ابدا انا اشتغلت فتره مثلا في كاستمر سيرفيس اشتغلت في شركه تصدير واستيراد بس برضو مش كان ريليتد بشغلي خالص مع العلم ان انا واخدها كالفتره دي ان انا بشتغل على نفسي كتير عشان الاقي المكان اللي انا بقى الدراسه, الدراسة العمر اللي انا درستها دي ما لهاش فاضي يعني تمام تمام شكرا ليك شكرا ليك يا استاذنا إيه. الكريم وهتواصل وه... معاك دلوقتي ويا ريت تسيب رقمك في الكنترول جزاك الله كل خير. آه بالنسبه آه لموضوع الشغل وموضوع العمل احنا قلنا ان في جزء اعتقاد انا اعتقادي للفشل ايه؟ آه ما دام في هدف يكفيني شرف الايه؟ يكفيني شرف المحاوله حتى وان طالت هذه الايه؟ المحاوله ولكن احنا قلنا ابواب الرزق كثيره تحتاج الى طرق. قد يكون باب رزقك يعني مش مش في ال... مش في دراستك خالص يعني في ناس انا مجال دراستي صيدله وانا شغال في التدريب من فتره كبيره جدا تمام؟ فمجال الشغل ليه علاقه بالابداع يعني انت لو عندك هوايه او موهبه حاول تطلع بره الصندوق تمام؟ لو انت مثلا عندك قدره انك تكتسب مهاره جديده او تحترف برنامج جديد في حاجات كتيره جدا 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 مطلوبه. حاول برده تفكر في نقطه ما الذي يصنع الفارق؟ يعني ايه اللي يصنع الفارق بينك وبين واحد شغال في شركه محترمه. ما تقوليش وساطه وما كوسه والكلام ده قد يكون في مصادر وقد يكون في كورسات او دورات هو اكتسبها فبالتالي عملت معاه ايه عملت معاه بروفايل محترم فقدر ان هو ايه يتواصل مع هذه الشركه مصادر التعلم دلوقتي قلنا طبعا ان موضوع السيرتيفيكيتس والشهادات مش ضروري ولكن المهم الخبره انت لازم تشتغل على نفسك شويه لازم تقعد ولازم يكون عندك مصادر للتعلم الذاتي وطبعا عندنا الانترنت من اكبر هذه المصادر ورقمك معانا ان شاء الله ولو في اي حاجه يعني انا قدرت اخدمك بيها انا طبعا يعني اكون شاكر لي. طيب آه نكمل يبقى احنا قلنا لازم الهدف يكون ايجابي انا عايز انجح انا عايز ادير وقتي بشكل صح وقتي انا أمبرت بارت آه محدد سبيسيفيك بقى هنا بقى النقطه اللي بيقع فيها كل اصدقائي اللي كانوا بيتكلموا واحد من اصدقاء الاستاذ عبد الله كان بيقول وقت ضايع وفي حد كان بيتكلم عن ضغط العمل وان الوقت مضغوط جدا ومش عارف يتعامل مع ضغط العمل ازاي مش عارف يقعد مع بنته آه في حد كان بيتكلم على آه موضوع الشغل صح كده موضوع بقى التحديد العقل يعشق التحديد زي ما قلت لكم ان اي موضوع عام بيبقى حلقه ايه مفتوحه انا كل ما اكلم نفسي انا مش عارف انظم وقتي انا مش عارف انظم وقتي انا عايز انظم وقتي انا عايز انظم وقتي انا عايز انجح انا عاي... تمام دي رساله عامه تيجي تشتغل فيها تشتغل من انهي جزئيه ما هو انت عايز توصل لحاجه لابد انك توصل لاساس الايه اساس المشكله فالتحديد التحديد ده انك انت المفروض تعمل مع نفسك بلان انا عايز مثلا ادير وقتي تعالى كده خد وقتك اعمل جدول ادي كده الايام ووزع الايام وشوف مثلا اوقات الشغل من امتى لامتى؟ بتنام من الساعه كام للساعه كام؟ ايه اللي محتاج يتظبط؟ وهتلاقي نفسك خرجت بنتيجه فبتقول انا عايز انظم وقتي يوم الخميس ويوم الجمعه، يوم الجمعه والخميس دولت ايام اجازه، عايز اعمل فيهم حاجات كتير، عايز اقعد مع اهلي، عايز اروح ازور الاقارب، عايز عندي مشروع خاص كده بحاول عايز اشغله تمام؟ فهتلاقي ايه؟ هتلاقي المشكلة بتاعتك بدأت تصغر وبدأت أنت بتمسك تفاصيل صغيرة بدل التفاصيل الإيه؟ الكبيرة، وبدأت النقطة دي لما اتقفلت عملت عندك راحة كده راحة ذهنية بقى، الموضوع طول ما أنت بتتكلم في العموم أنت تعبان، فأهم حاجة في تحديد الأهداف، في إدارة الأولويات، في إدارة المشاكل الذاتية التحديد، تمام؟ طيب ال 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 الايه اللي هي الافيدنس الدليل <applause> الايه؟ الدليل يعني لازم يكون في ايدك دليل مادي انك قادر على تحقيق الهدف ده. يعني ما تقوليش مثلا ان انا دلوقتي آه هتقولي مثلا الناس كلها والعظماء بداوا من الصفر بس مثلا ما تجيش دلوقتي تقول لي هدف وانا عايز اقولك لك تبعد عن المبالغه كتير جدا وخلي بالك ان السلم خطوات. ما تجيش تقول مثلا دلوقتي انا هعمل أه هعمل مصنع سيارات كبير جدا تمام بعد ثلاث سنين وعايز تقول ان ده هدف منطقي هو هدف منطقي ليك لو انت مثلا شغال وعندك ورشه او عندك توكيل او عندك حاجه وشغلك بيكبر وشغلك بيزيد قدامك فانت بتحط ايه بتحط حاجه بعد كده لو انت خريج هندسه لكن تعالى بقى لو انت لا ده ولا ده وبتتكلم معايا وبتقولي والله انا يا احمد يا شتات انا بتكلم معاك في موضوع ان انا عايز اعمل ده هدفي وهدفي كبير جدا وباصص للحياه بايجابيه فهتلاقي طبعا الدنيا مضلمه يعني فده طبيعي تمام فياريت نبعد عن الايه عن المبالغه واي هدف لابد ان يكون ليه ايه دليل ليه علاقه بدراستي ليه علاقه بهوايه انا بحبها ومعانا اتصال استاذ محمد من اكتوبر اتفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا دكتور عامل ايه؟ الحمد لله بخير انا بس في مشكلة عندي كده ان انا بساعات بقول انا عايز اعمل حاجات كتير قوي بس في الاخر مش بعمل اي حاجة خالص يعني في عندي سوق تنظيم الوقت و... والهمة مش مش قوية اوي يعني. آه، تمام تمام الهمه مش قويه مفيش اراده شكرا ليك يا استاذ محمد جزاك الله كل خير برضه الهمه مش قويه مفيش اراده انا حاسس ان حياتي متلخبطه انا حاسس الناس بت... بتخطط لي انا ما بعملش حاجه في حياتي انا غير راضي عن حياتي ده كله ان حياتك بلا هدف وتاكد ان ايه ان حياتك بلا هدف فانت بتسير على اهداف الايه الاخرين يعني جت في رجلك حظ كده آه، فرصه حلوه خلاص انت كده ايه تمام التمام لكن لو ما جاتش ستظل حبيس الايه حبيس هذه الغرفه تمام كده يبقى اهم حاجه في موضوع التنظيم حتى برضو انت بتكلمني يا استاذ محمد انت بتكلمني بروح سلبيه يعني بتقول انا مش عارف انظم وقتي لا انت لما تيجي تتكلم حتى درب نفسك على الايجابيه انا عايز انظم وقتي انا عايز اتكلم وعايز اعمل وعايز عايز عايز حاولوا يا اصدقائي الكرام حتى في كلامنا مع, ك... مع, مع نفسنا حتى في كلامنا مع الاخرين حاول تبعد عن المصطلحات السلبيه المصطلحات دي بتعمل عندك مشكله في العقل الباطن العقل الباطن ده التكرار بيعلمه والتكرار بيعلم الايه؟ الشطار والعقل الباطن برضه تمام؟ <applause> لا 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 <applause> فكل ما بتكرر انا مش عارف انظم وقتي انت مجرد تكرارك للمشكله بهذه الطريقه انت بتصنع رساله تلقائيه في دماغك خلاص بقى برنامج انت سلمت بيه وبقى مسلم في حياتك تمام كده؟ تمام طيب بيقولوا لي بقى دقيقه فانا بحاول آه يعني ايه؟ اختصر معاكم ال الاي اللي هي الايكولوجي الايكولوجي لابد ان يكون في اثر للي انت بتعمله ده يعني لابد ان النجاح يكون مرتبط يبقى فيه آه اثار على نجاحك ده في داخل بيتك داخل اسرتك في كل جوانب الايه في كل جوانب الحياه ما يكسرش في حاجه تمام اصدقائنا الحصيله ان احنا بنعمل ورقه وبنقعد انا عايز اعمل الهدف ده مع مين وليه بحدد اكتر وايه اللي منعني ان انا احقق الهدف ده وامتى استغنى عن الهدف ده طب ايه الموارد اللي معايا دلوقتي طب ايه اللي انا عايز اكتسبه دورات عايز اكتسب حاجه جديده طيب هبدا امتى واهم حاجه هو عنصر الايه المبادره لابد انك ايه تاخذ زمام الايه المبادره تحط معاد تحط معاد لنفسك تمام تحط معاد انك تعمل الحاجه ديت ايه فيه طبعا اصدقائنا النهارده نهايه برنامجنا ونهايه حلقه فن اداره إيه الذات الحلقه الاخيره تابعونا على برنامج حياتنا هنتكلم بقى في موضوع آه تابعونا على حياتنا صفحة حياتنا هنتكلم بقى في النقطتين الفضلين نقطة الاسترخاء برضو اللي كان أصدقائنا بيتكلموا فيها كتير وبرضو هنتابعها إن شاء الله بإذن الله ونزل لكم فيديو فيها ياريت ريت آه صفحة البرنامج تنزل على الهواء يعني جزاكم الله كل خير ورقم الاكاديميه برضو يا ريت تتواصلوا معنا الناس اللي حابه ان شاء الله باذن الله حضرت معنا الاربع حلقات وحابه تحصل على الشهاده تتواصل دلوقتي مع الاستاذه اسراء في الاكاديميه ورقمها موجود معاكم تسجلوا بس بياناتكم يعني لها احنا حابين نسجل بياناتنا عشان بعد كده بنتواصل معاكم وبنديكم تقييم بعد التقييم ده انتوا يعني قادرين انكم تحصلوا على هذه الشهاده وبدون اي مقابل بالمجال شهاده معتمدة من الاكاديميه الدوليه للتدريب والتنميه ويا ريت ان احنا نكون قدمنا حاجه ولو بسيطه يعني في طريق الايه في طريق التغيير شكرا لكم اصدقائي ما تنسوش بقى تتابعونا على حياتنا على صفحه حياتنا ان شاء الله باذن الله هيكون عليها شغل كبير جدا وفي انشطه مجتمعيه كبيره جدا احنا اتصلنا بيكم ما انقطعش ان شاء الله باذن الله يعني هنتكلم بقى هنعمل لكم حلقات عن الحلقات حتى ولو كانت بقى الناس بتاعه النت ليها نصيب شويه الناس اللي بتفتح السوشيال هنعمل بقى حلقات الارشاد الاسري والتربوي ان شاء الله شكرا لكم اصدقائي ونلقاكم ان شاء الله شكرا لكم اصدقائي الكرام نلقاكم في اوقات قريبه باذن الله تذكروا دائما اننا نحبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته حياتنا باختيارنا نبنيها ايد مع ايد كتير هنقابل شديد تعالوا يلا نشوفها صح تعالوا يلا نشوفها صح تعالوا يلا نشوفها صح هنلاقي شكل جديد تعالوا يلا نعيشها نبنيها ايد مع